السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح أعملكم بسكوت محشي بالتمر بعجوة التمر. وقبل ما نبلش بالمقادير، ياريت تعملنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا. المقادير عندي هون كاستين طحين، نص كاسة زيت، نص كاسة سكر، نص كاسة حليب، عندي قرفة ناعمة، عجوة التمر، معلقتين من حليب مجفف، معلقة من النشا، معلقة من فانيليا، مقدار بيضة. يلا مع بعض نشوف الطريقة. هلا رح نبلش الطريقة. أول شي رح أضيف البيض، أضيف الفانيليا، وراح أضيف الزيت. والسكر. هلا راح أخلطهم كلهم مع بعض كويس. أخلطها بالمضرب. حتى يدوب ماء السكر. هلا بعد ما القوام صار معي كريمي وداب السكر، راح اضيف باقي المكونات. راح اضيف النشا والحليب المجفف، راح اضيف كاس الطحين. نخلطهم بالمعلقة. هلا راح أعجنها بإيدي. راح أحتاج نص كاسة طحين كمان. هاي الطريقة. الطحين رح اضيفه تدريجيا لحتى العجينة تكون معي ضابطة. هلا رح اضيف الحليب السائل. رح اضيف كمالة كاسة طحين. وعدلها كويس. انا هون حسيت ان العجينة لسه بدها شوية طحين، فجبت نص كاسة طحين وراح اضيفه. انا هيك هلا خلصت، وراح اضيف لها شوية زيت مشان ما تلزق بايدي، وبعدين راح احطها بالفريزر ترتاح 5 دقايق وبعدين اشتغل فيها تاني. بس النصيحة، لو انتو اشتغلت، انا عملت كمية قليلة، لو انتو عملتوا كمية شوية كبيرة فكل شوية طلعوا شوية اشتغلوا فيه ورجعوها على التلاجة على الفريزة. هلا انا هيك خلصت، راح احطها بالفريزة وراح اجهز لعجوة التمر. انا هلا جبت التمر، راح اضيف لها شوية قرفة ناعمة وشوية زيت وعجنها مشان تصير معي العجوة طرية. هلا هيك انتهينا من العجوة. حابة اقول ملاحظة بس، اذا ما في عندكم زيت حطوا سمنة، اذا ما في سمنة حطوا زبدة، حسب ما انتم بدكم. وهلا رح نشكل البسكويت. هجيب صينية احط عليها ورق الزبدة، ورح اجيب كيس، جيب العجينة.
طلع عليها بهي الطريقة. طب انتوا فيكم تاكلوا على كيفكم، بس انا حبيت اعمل هذا الموديل. هاي الطريقة ما نحتاج اي شيء، لا شوكة ولا اي شيء. اقسمها في النص. طب انا عملت كمية قليلة عشان اورجيكم الطريقة. هجيب عشوة اعملها بهي الطريقة نفس المقياس. ألفها على بعضها بهاي الطريقة. راح أجيب الشوكة وشكلها. قبل ما اشكلها راح احطها على الطرف الجنب بهي الطريقة. وراح اقطعها حسب ما انا بدي، الطول اللي انا بدي اياه. وهلا هيك خلصنا، راح احطها بالصينية اخلص وارجع لكم تاني. انا هيك خلصت وهلا راح احطها بالفرن. بس حابه اقول لكم ملاحظه انه هي عجينه كتير حساسه، يعني اذا انتم عملتوا بكميه حطوا نصها بالثلاجه وبعدين اشتغلوا بالنص الثاني شوي شوي بتدريجيا. يعني هلا راح احطها بالفرن على حراره درجه 200 مع المراقبه، بس صار لونها ذهبي حطها من الفرن. انا هلا خلصت، بعد 5 دقائق راح طالع الصينيه من الفرن. بدي اورجيكم منظرها. ها هو، راح اورجيكم طريقة التقديم. وهلا هاي خلصنا، هاي طريقة التقديم. راح اورجيكم هذي. هيا تشوفوها قد ايش هي مقرمشة. مثل ما انكو شايفين لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا.